كفة والقلب في كفة، تفتكر من وجهة نظرك يعني مين فيهم هيطب أكتر؟ إيه؟ ويلي هو سؤال غريب شوية، بس على فكرة مش أي حد بيعرف يجاوب عليه. العقل طبعا. تمام، طب والقلب؟ كل حاجة ليها وقتها، طب أنت رأيك إيه؟ لا أنا عندي رأي تاني خالص. إيه هو بقى؟ الحقيقة أنا من وجهة نظري يعني إن القلب والعقل هما قوة الدفع لأي مشكلة أو أي موقف في الحياة. إزاي يعني؟ أنا هسألك سؤال، أنت دلوقتي لو في شخص معجبة بيه مثلاً، ما تقفشيش كده، مثلاً افتراضي يعني، ومش عارفة تعرفي عنه أي حاجة، وفجأة جات لك فرصة إنك تسألي عن حاجات معينة فيه، إيه أكتر حاجات هتسألي عليها؟ يلا. إيه كل الأسئلة دي؟ جاوبي يا أمل. هسأل عن أخلاقه. شطور. مؤهلاته. برافو. أفكاره السياسية. تمام 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 تمام. طيب مين بقى في الحالة دي اللي بيسأل؟ أنا. عقلك. في حين إن اللي حركك أصلاً عشان تسألي عن الشخص ده هو قلبك. صح، بس أنا برضو مش عارفة أنت عاوز توصل لإيه. أنا عايز أوصل لعقلك وأموت وأوصل لعلمك. إيه ده؟ أيوة أنا نفسي إنك تستخدمي عقلك وتحكمي على قلبي. تتجوزيني يا أخي. أنت بتقول إيه يا أحمد؟ أيوة، إيه مالك؟ عايزك تستخدمي كل الحواس اللي عندك، القلب والعقل، استفتيهم. بس حطي في دماغك انا عندي بنت صغننه زي القمر، معنى كده انك متجوز. بنت صغننه ومتجوز؟ يا راجل لي تفاصيل. القهوه وشاي ولب. اوه تسلم ايدك. والله ما انت قايم. الله، ما انت في مقام اخوك الكبير برضو. ما هو لازم يقوم عشان يشرب القهوه، وبعدين هو مش في مقام اخويا الكبير، ده هو بصحيح اخويا الكبير، بس اوعوا بقى تقولوا لصالح لحسن يزعل مني. ربنا ما يزعل. والله شويه القهوه جم في وقتهم، انا كنت اغفل. الواحد لما يكون عاوز ينام ولا مليون فنجان قهوه يصحوه. انا جوه لو عايز قهوه تاني. على قولك. والله يا اخي انا لو منك لا هبلبع حاجه ولا هشرب قهوه، انا هريح ساعه ساعتين ثلاثه كده يبقى احسن لي. بلا ريح ساعتين بلا ثلاثه، انا اللي هرتاح ولا هيجيني نوم غير لما اخلص مصلحه الشغل اللي في ايدي. ما هو الشغل ما بيخلصش يا حاج، وانت لازم ترتاح وتنام عشان تعرف تشتغل. سيبك بقى من سيره النوم دي يا محمد، وخلينا نركز في المصلحه وفي الشغل. ربنا يستر. بصراحه يا حاج انا مش موافق، وبيتهيألي احمد كمان مش هيوافق. لو ما وافقش يبقى ملكوش في الطيب نصيب، واعمل المصلحه دي لوحدي. يا حاج ابوس ايدك، ما تكبرش وتركب دماغك، انت بتتكلم في خساره توصل لملايين. يا عبيط، قول مكسب ملايين مش خساره. ده شهر رمضان المبارك. عارف يعني ايه شهر رمضان؟ يعني فلوس متلتله، الناس بتصرفها في الاكل وفي الشرب. ما هو مش اكل وشرب يا حاج، ده بندق وفستق وقراصية، ويا ريتك حتى هتدي التجار البضاعه وتاخد فلوسها. لا ده انت عايز تستنى لما يبيعوها واخر الشهر تاخد التمن. افرض ما بعاش يا حاج، نلبسها احنا. يا ابني فهمني، انت لما تروح للتجار تقول لهم اعرضوا البضاعه بتاعتي دي في مكان حلو وظاهر وبدفعوا لي الفلوس ديت اخر الموسم، هتخسر ايه؟ ده انت كانك اشتريت المكان بتاعهم ببلاش. رقك بس البضاعه دي تنزل السوق، اراهنك الناس هتقف عليها طوابير، وبعون الله هبدور لك مصر دي كلها مكسرات. والحاجة اللي كانت الناس بس بتسمع عنها مجرد سمع هتشوفها بعينيها وهتدقها وهتدفع ثمنها، واحنا برضو بما يرضي الله هناخد هامش ربح بسيط، خلي الغلابة تاكل. عارف التجار اللي هياخدوا مننا السنة دي؟ السنة الجاية هيقفوا علينا طوابير، ساعتها بقى نبيع بالسعر اللي على مزاجنا. فهمت يا محمد ولا فهمك ازاي؟ والله يا حاج انا عن نفسي فهمت، بس برضو خايف من الخسارة. خايف يبقى ما تشتغلش الشغلانة دي، تشرب الشاي بلبن بتاعك، تغسل رجليك، تخش تنام. طيب خلاص يا حاج بالراحة، بس نستنى نشوف أحمد هيقول إيه. أنا مش هستنى حد، وبعدين أنا عارف أحمد هيقول إيه. هيقول إيه؟ ويفوز باللذات كل مغامر. فضل حاجة فاتح. استاذ احمد مش معقول كده، انت كده بتطاردني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قلت لك انا عندي ارتباطات كتير ومش هقدر ارد عليك دلوقتي. دور ايه يا استاذه، احنا جايين نقابل السيد الوالد. بابا؟ ايوه. تاني معقوله ما بتتعلميش من اخطائك ابدا؟ انا اسفه. اتفضل يا حاج. اتفضلوا، دي كان لازم تبقى اول حاجه تتقال. اتفضل. هنعمل ايه بقى يا حاج فتحي، ناس ما بتتعلمش من اخطائها. هو ده البني ادم. معلش بقى يا استاذ احمد، المره الجايه وانت جاي فجاه كده هبقى اتعلم من اخطائي. ان شاء الله. اتفضل يا حاج. بلاش يا استاذ دي بقى، خليها كده احمد. يا ريت تنقلنا السيد الوالد. طب ثواني.
اوعى تكونوا جايين له علشان يضغط عليا اني اشتغل عندكم في المزرعه. لا ابدا مش جايين عشان كده خالص والله. اولا لان حضرتك ما تضغطش عليكي، ثانيا احنا عارفين انك شخصيه مستقله، ثالثا لو جايين علشان اي حاجه تخصك كنا هنيجي بناء على توصيه منك. رابعا يعني اكيد بتعرف تعمل شوت شاي. نسيت اعرفك، اخويا فتحي الكبير. اه اهلا وسهلا. اهلا بيكي. وحضرتك يا استاذ احمد تحب تشرب ايه؟ ينسون. هو بعد اذن حضرتك انا مش عايزك لا تستزيني ولا تحضريني. على فكره يا حاجي فتحي اخوك الاستاذ احمد من اقرب الناس اللي قابلتها في حياتي. الحقيقه هو برضو بيشكر فيكي. لا اله الا الله يا حاج فتحي، وهو اغرب دي اللي عرفك انها شكر، ما احتمال حاجه وحشه. الله اعلم. يا ريت شوت الشاي وبابا بسرعه. بالراحه بالراحه على الحاجه، لو في حاجه اتخدش تدفعك ثمنها. حاضر يا فندم. وده ايه ده يا ماما؟ بصلون يا حبيبي. امال السرير ده قعدت فيه؟ هيطلع دلوقتي. لا بص بص حطه عندك هناك. حاضر يا فندم. ده السرير ده قعدت يا ماما؟ لا ده كبير قوي، سريرك انت صغير. هو ايه ده؟ اوضه النوم يا فندم. لا يا اخويا اوضه النوم بتاعتنا طلعت، دي هتلاقيها بتاعت الدكتور احمد. مش شفت الدكتور احمد فين؟ تحت في الدور اللي تحت، هتلاقي الباب مفتوح، لو لقيته مقفول زقه كده بس هيفتح. وانزل معايا يا ماما. لا تنزل معاه تعمل ايه؟ خليك انت هنا علشان ما حدش يشربش حاجه. ما اعرفش عمي لازم احافظ عليه. ماشي يا روح عمك وامك، انزل بس ما تتاخرش. يا عم قلت لك حاسب، حاسب شويه. يا سعاده النايب، المطر لما تمطر بتغرق الناس كلها. الا اللي فارد شمسيته يا حاج. وليه سعادتك تفرد الشمسيه؟ ما تخلي الخير يعوم. وبعدين احنا قصدينك في حاجه مش عايزينك تصدنا انا واخويا. ها مع احترامي الكامل ليكم انتوا الاثنين، انا مش متعود اشارك حد ما اعرفوش. يا فندم سعادتك ما تعتبرهاش مشاركه، اعتبرها مسانده. اعتبرها اتفاق لتبادل المصلحه. احنا من مصلحتنا اننا ندخل شحنه اليميش والمكسرات دي على ورق شركه حضرتك، ومن مصلحة الشركة انها تاخد عمولتها ويضر ما دخلك شر. ما الشركات في بورسعيد ما فيش اكتر منها. يا سعادة الباشا المصلحة انا نخلصها مع اي شركة في شهر، مع شركة سعادتك نخلصها في اسبوع. وما تخزنيش يعني رمضان على الابواب، يعني مش عايزين نتلبخ ونتلخم زي فوازير رمضان والعياذ بالله. الله يحظك يا حاج. كمان يا فندم احنا ان شاء الله باذن الله هنعمل لسعادتك اعتماد بكامل المبلغ، يعني مش هيتبقى علينا جنيه واحد، لا في مخاطرة ولا خوف. استنى انت يا حاج، لو 10% مش على هواك خليهم 15%، بس هنا شرط قد كده. الله شوية هوا، انما ايه ما تشمهمش في اي حتة غير في مصر. الف انا وشايفها يا حاج. الله مالك بتقولها من تحت الدرس ليه؟ لا العفو يا حاج، بس في الحقيقة ما عجبنيش اللي حصل مع حسين الحناوي. ان انا خليت نسبته 15% بدل 10%، يعني مش بس يا حاج. وما فيه تاني؟ انت خليتنا تحت درس يا حجيجه. وحياتك يا احمد، وحياتك وحيات ابوك كمان، لحط لك صبعه تحت درسين يا احمد. عيب يضل الحاج فتحي، وما انا شرطت عليه ان هو يخلص لنا ورق الشركه بعد ما تيجي الشحنه وبعد ما ياخد نسبته كمان. طب وايه علاقه الشرط ده يا حاج باننا نبقى تحت درس ولا هو اللي يبقى تحت درسين؟ هو الوقت لما ياخد نسبته اللي هي ازيد من حقه بكتير هيحصل له ايه؟ هيطمع ويبقى عايز يشاركنا باي طريقه، يعني هيطلب. ساعتها بقى احنا نشرط ونتشرط. هو ده اللي انا عايزه، هلفه كده كله على بعضه واحطه في جيب الصغير. ساعتها يا احمد يا سكر بناته يا عسليه هنبقى اعضاء في مجلس الشعب ومن غير ما ندخل الانتخابات. يعني اي مصلحه فيك يا بورسعيد او بره بورسعيد هيخلصها وعلى حسه. حلو قوي يا حاج، حلو قوي. بس بصراحه انا بخاف اقرب من السلطه ورجاله السلطه، ارصتهم وحشه قوي. بالعكس يا احمد، انت تخاف لما تبعد عنه. انت طول ما انت حافظ مركزك وقرشك في جيبك وماسك اللجام تقدر تجري وتربح زي ما انت عايز. ايوه بس ده سريع قوي. ايه رايك يا ابو حميد؟ لا 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 لا، بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. يا اخي الحيطان اللي انتوا فتحتوها ادت وسع وبراح كده، بسم الله. والعفش، اختيار العفش الصغير يحسس الواحد ان فيه وسعه. الله اكبر، ربنا يوسع عليك. الله يبارك فيك، قبل ما تعمل يا حبيبي. يا ريت عاجبه بدريه مرات اخوك. لا بدريه، حد يسال بدريه؟ بدريه انت لو قلت لها على الاستاد هتقول لك ده حق. والله مساء الخير عليكم. الست هنا، الست بدريه، يا اهلا وسهلا. انا لسه بقول لفاتي حالا الشقه انا حاسس انها مخنوقه ضيقه، العفش كبير، ما اعرفش مش عارف. انت عايزه قصر؟ دي عايزه قصر. مالك مذهول ليه؟ تعيش يا اخويا بس اللي يقدر. معلش معلش، انا قولي من ساعة ما ربنا وسع عليه وهو مضيع على الناس.
جرى يا اخي؟ جرى ايه؟ انت بتقول ايه؟ لا انا كنت بقول حاجه وقلت حاجه تانية. واللي كنت بقوله لك يا فاكر. يلا بينا. الله، على فين العزم بالشياكه دي كلها؟ بسم الله ما شاء الله، عندنا بس كده مشوار شغل. ادعي لنا ربنا يكرمنا. الله يبارك لك. ماشي. حلو بجد يا بدريه. مع السلامة. مع السلامة. انت عارف يا احمد ان اول مرة بدريه تقول لي كلمة حلوة؟ بس تعالى هنا، انت اتعلمت الكلام ده امتى وفين واللف والدوران؟ ده انت ولا اللي مركب في بقك شخاليل. حلو يا شخاليل. ده صحيح. احنا بنشتغل في البيزنس، واللي بيشتغل في البيزنس لازم يبقى في لسانه شخاليل. لازم يبقى بدل عقله 100 عقل، بدل عينه 100 عين، ويبص من قفاه كمان. ولازم تبقى ودنه موسيقيه. ليه؟ عشان يعرف هيتكلم مع مين، امتى، ازاي، فين. يا ابن الجنيه، بس انت عارف اخوك غشيم، وبالنسبه لي الموضوع واضح، 1+1=2. قاعده بس مشكوك فيها بالنسبه لي. ليه؟ لان 1+1 ممكن يساوي 11. 11؟ ازاي يعني؟ هقول لك. تعالى